هذه هي قلعة الوداد. إن كنت ودادي اشترك في القناة وفعل زر الجرس لنستمر إن شاء الله بتقديم الجديد. بيراميدز المصري ينهي صفقة انتقال لاعب الوداد وليد الكرسي إلى صفوفه. أنهى بيراميدز المصري صفقة انتقال اللاعب الودادي وليد الكرسي إلى صفوفه بعد مفاوضات طويلة بينه وبين مسؤولي فريق الوداد الرياضي. انتهت بتوصل الطرفين إلى اتفاق رسمي يقضي بانتقال الكرسي إلى صفوف الفريق المصري. وأكدت قناة أون تايم سبور في برنامج 60 دقيقة أن بيراميدز المصري أنهى صفقة انتقال الكرسي إلى صفوفه بعد مفاوضات دامت لأكثر من شهر ولم يتبقى سوى الإعلان الرسمي من الفريق المصري. وأضاف المصدر ذاته إلى أن بيراميدز قدم مبلغ مالي أكبر مما قدمته الزمالك المصري، ما جعل إدارة الوداد توافق على اتفاق أو انتقال الكرتي إليه بدل إكمال المفاوضات مع الزمالك. وكانت مصادر جيدة للإطلاع قد أكدت أن الرقراقي مدرب الوداد كان قد أعطى موافقته النهائية لانتقال وليد الكرتي إلى فريق بيراميدز المصري، إذ لم يتبقى سوى الإعلان عن الصفقة رسميا. إلى هنا نصل لنهاية الفيديو. دمتم في أمان الله وحفظه. إلى اللقاء.